يا أستاذة هدى. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله في نعمة، الحمد لله رب العالمين. سعيدة جدا بكلم حضرتك والله. أنا أسعد، بارك الله فيكم، اتفضلي يا فندم. يعني هي مشكلة، أنا كان يعني جوزي بيحب يشاهد الأفلام مش كويسة يعني، فالموضوع مضايقني جدا ومش عارفة أقربه من ربنا، وحاسة إني تعبانة نفسيا يعني، ومش عارفة أكيد. أتصرف إزاي. عملت مشاكل كتير واتكلمت معاه كتير، وبرضه بكتشف حاجات تانية، فمش عارفة أعمل إيه. أنتوا بقالكوا قد إيه متجوزين يا هدى؟ بقالنا 7 سنين. طيب في أولاد؟ اه عندك قد إيه معايا أولاد؟ اتنين. أنت يا هدى طريقتك معاه يعني منتبهة ليه ولا لا والله منتبه جدا. يعني مقصرة معاه في حاجة لما أنت اكتشفتي الحاجات لا دي ابدا بيعملها؟ ابدا والله، لما لا ما هو اكتشف ده اللي مضايقني، ده اللي تعبني، أنت ان انا قبل مش الجواز مقصره دي في حاجه. كانت عادته ولا هو يعني الأمر طرأ عليه يعني وهو كان حد ملتزم يعني؟ هو كان اللي انا سمعته انه كان ملتزم، انا اخدت واحد كان ملتزم، فانا اكتشفت الموضوع ده بعد الجواز. أنت اكتشفت، كلمتيه في الموضوع ده يا هدى ولا ما تكلمتيش معاه؟ لا كلمته كتير وكان وزعلت رده كتير. ورده بيقول لك ايه؟ آه خلاص، و مش هيحصل تاني، وكان دايما بيراضيني. انا حاضر. متضايقه عشانه يعني، ايوه طبعا، انه بعيد عن ربنا. يعني بنعمل حاجات مش مظبوطه وربنا يعني مفيش حاجه بتعدي كده، كله بيتكتب على الانسان، بيحصى على الانسان، نسال الله السلامه. طيب يا هدى ده سؤالك، انت متضايقه من الوضع ومش عارفه تعملي ايه، في حاجه تانية حابه حضرتك تسالي مش فيه؟ عارفة عن لا حاضر، ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا ست هدى. حاضر، يعني هو ده مما عمت به البلوى زي ما دايما بنقول لحضراتكم، يعني مسألة انه احيانا حتى في ناس مش لازم يبقوا منحرفين يعني او اعتادوا ان هم سهل يشوفوا معاصي او يشوفوا عورات ويشوفوا الافلام دي. الحقيقة انه بيبقى ساعات ناس مستقيمة لكن اتعلم ده او صدفه ده فشافه فبدأ ياخد عليه فما وقفش نفسه فبدأ يعتاد الغلط. واحنا قبل كده ضربنا لحضراتكم مثل بانه الانسان لما بيعتاد فعل المعصيه بيبقى عامل زي الانسان اللي بيشرب الماء المالح، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. نحط المثل ده قدام عينينا لانه بيوضح حقيقه حياتيه الناس بتعيشها. اذا الانسان ما قالش لنفسه قف توقف كفايه كده ما تعملش كده تاني، واعتاد فعل الحرام واستمرأه وظل مستمر عليه مش هيوقف، هيمشي هيتنيه مستمر، لانه اللي عايز يروى مش هيروى غير بالماء العذب الحلال الطيب. الماء المالح ما يرويش، يخلي الانسان يزداد نهما على انه يشرب، لكن في النهايه هذا الماء المالح لا يروي عطشانا، مش وظيفته. الحرام كده لا يروي ولا يملأ جوف الانسان، انما يثير الانسان الى مزيد من الشرب وبالتالي مزيد من الحرام. فلو انا ما قلتش لنفسي توقف مش هبطل، هظل على طلب ذلك الحرام. طيب انا في الحاله دي كزوجه وانا في الوضع الحرج ده، وحاجه مؤرقه جدا لوجدان اي امراه انها تجد ان زوجها من السهل كده يستمرئ المعاصي ويبص على الحاجات اللي مش كبيره من الكبائر، النظر للعورات دي كبيره من الكبائر، ما اقولش اصلهم هم اللي بيعرضوا وانا اتفرج عادي، لا مش عادي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن ده مش عادي. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فمن باب أولى ما ينفعش ينظر إلى عورة المرأة، ولا العكس، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. إذا ده أدب محمدي جليل لابد إن احنا نلتزم به مع أنفسنا وكذلك نوجه إليه أولادنا. طيب لما أنا بستمرئ كده أقعد أتفرج وسيئات بتحصى على الإنسان، بيحصى على الإنسان ما يصنعه، ومستغرق بعينه يستلذ النظر إلى الحرام، وقاعد كل دي سيئات بتكتب على ذلك الإنسان ومستغرق في الوقت، الوقت ده اللي هو وعاء زمني، وعاء زمني الإنسان هيتحاسب على تضييعه، بل هيسأل الوقت ده أنت عملت فيه إيه. لو أنا لا أشعر بخشية الله دي مصيبة،
لان هو ده اللي يخليني استحي من الله، فما اقدرش ان انا اكمل، ما اقدرش ان انا ابص، ما اقدرش ان انا اشاهد بهذه القوه وهذه الجراه مثل هذه المشاهد التي تغضب الله، ولا انا اقوم بنفسي بمثل هذه الامور، ولا ان انا استحلها، سواء بقى كان في هذه الافلام او في غيرها او في مناظر ما ينفعش الانسان انه يطلق النظر اليها. فدي امور تخلي الانسان يفكر مرارا وتكرارا انه ما يحبش انه رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى كده هو عمال يعمل المعاصي وعادي. لابد الانسان يكون عنده شعور واحساس بانه رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع على كل دقيقه، كلنا نعلم ذلك، لكن استثاره هذه المشاعر او شعور الانسان الحقيقي بانه المعنى ده قائم في قلبه، هو ده اللي يخليه يقف، يبطل انه يستمر النظر الى ما حرم الله.